السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الابتدائي أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هناخد درس جديد من دروس اللغة العربية، تعالوا نشوف إيه هو يا ولاد. فاكرين يا ولاد لما خدنا قصة الحركات القصيرة، قلنا إن إحنا عندنا إيه؟ 3 إخوات، الأخ الأول هو اللي ظهر لكم، والأخ الثاني، والأخ الثالث. يبقى كان عندنا كم أخ؟ 3 إخوات. أول أخ ده يا ولاد كان شقي جدا جدا جدا، وبيقع بقى كتير، وعشان هو شقي وبيتنطط من فوق الترابيزة، وبيقع من مثلا من فوق الثلاجة، يطلع فوق الثلاجة. ينفع نعمل كده؟ مامته قعدت تقول له لا، ما ينفعش تعمل كده، علشان انت كده ممكن تقع بجد وتتعور. وقد كان بالفعل يا ولاد، وقع يا ولاد وتعور. حصل له ايه؟ اتفتحت دماغه. روحنا سميناه ايه يا ولاد؟ سميناه الفتحة. سميناه ايه؟ الفتحة. الفتحة ده يا ولاد اول ما يجي حرف تحتيه لازم ياخده كده ويفتح بقه لفوق، مش هو متعور بقى؟ يعني مثلا لو جالنا حرف الالف يقول ايه؟ الف فتحة ايه؟ الف فتحة ايه؟ طيب تاني اخ يا ولاد كان اسمه ايه؟ كان اسمه الكسرة. ليه سميناه الكسرة؟ عشان كان بيتكسف وبينزل تحت الترابيزة وبيستخبى كده ومكسوف، فلما بيجي أي حرف يا ولاد بياخده وينزل بيه لتحت، زي مثلا الألف. ألف لما يجي تحتها كسرة نقول ألف كسرة إي، ألف كسرة إي. مثلا حرف ميم، ميم كسرة مي، ميم كسرة مي. تمام، كل ده احنا يا ولاد ما دخلناش على الدرس بتاعنا، انا بحكي لكم الحكايات بتاعه الايه، الحركات القصيره، علشان نخش منها على الدرس بتاعنا. تالت اخ كان اسمه ايه؟ ايه ده اسمه ايه ده؟ الضمه. برافو عليكم يا شطار، كان اسمه الضمه. الضمه ده كان بيحب يصور جدا بالموبايل، كان بيحب يصور سيلفي ويضمه كده في شفايفه، اكيد كلكم يا ولاد بتحبوا تصوروا كده، فلما بيجي حرف بياخده كمان ويخليه يضم بقه، ويخلينا احنا كمان يا شطار نضم بقنا معاهم، زي مثلا الف ضم او، الف ضم او، او باء ضم ابو، باء ضم ابو. طيب التلات اخوات دول يا ولاد جالهم نون صغنن. يا خلاص جالهم نون ايه؟ صغنن. شايفينه النون الصغير ده اسمه ايه يا ولاد؟ لسه مولود. اسمه ايه؟ شايفين العلامة بتاعته يا ولاد؟ اسمه السكون. وهو ده درسنا النهاردة. شايفين شكله بيبقى عبارة عن ايه؟ 5 مدورة. والسكون ده عبارة عن ايه يا ولاد؟ السكون ده عبارة عن نون صغير. طب هو النون الصغير ده يا ولاد بيتحرك؟ لا، مش بيعرف يتحرك يمس، عشان هو لسه مولود. يبقى ده علامة وليست حركة. تعالوا كده نشوف. السكون ده يا ولاد علامة وليست حركة، ما ينفعش ابدا ان انا انطقه لوحده، يعني لو جالنا باء عليها سكون انا اكون ساكتة، ما ينفعش انطقه لوحده. امال بيتنطق ازاي يا مس؟ لازم يتنطق مع الحرف اللي قبله. فاكرين اغنيتنا كنا بنقول فيها ايه؟ السكون نون صغير ما بيجيش غير مع اللي قبله، يعني ما بيعرفش اجيبه كده في بقي وانطقه غير مع الحرف اللي قبله. زي كلمة اب، اب الالف فوقيها ايه هنا يا ولاد؟ فتحة، والباء عليها ايه؟ سكون. اخدهم مع بعض تبقى اب، اب. برافو عليكم يا شطار. طب عايزين ناخد امثلة تانية. شايفين اول كلمة ظهرت لنا ايه؟ بن، بن، بنتو. الباء تحتها كسرة، باء كسرة بي، باء كسرة بي، وراها نون عليها سكون، والسكون نون صغير ما بيجيش غير مع اللي قبله، ما ينفعش انطقه لوحده، فهدمجه مع البي تبقى بن، بن تو. طيب تاني كلمة يا ولاد، كر، كر، كر دو. القاف تحتها ايه؟ كسرة، والراء عليها ايه؟ سكون. اخدهم مع بعض يبقى كر، كر، كر دو. طيب لبيك زي في الامتحان بقى يا ولاد، مثلا بيقول لنا استخرج الحرف الساكن في الكلمات الآتية في تدريب، مثلا نعرف ننطقه ونعرف نستخرجه. أول كلمة عندنا كلمة إب، إب، إبراتو، صح؟ طيب فين الحرف الساكن؟ الحرف اللي عليه سكون أعرفه إزاي؟ بيبقى عليه يا مس العلامة بتاعته، 5 مدورة. يعني هنا الحرف الساكن إيه؟ شطار، حرف الباء، ادي الباء وعليها السكون. طب نشوف الكلمه اللي قصادها كده، كلمه ايه؟ اب،
عليه سكون برضو؟ الباء. ممتازين. طيب الكلمة اللي تحتها بي بي بيتو، ازاي بقى يا ميس الباء عليها فتحة والياء عليها سكون؟ ادمجهم مع بعض يبقوا بي بي بيتو. يبقى ايه الحرف اللي عليه سكون؟ ايه الحرف اللي عليه خمسة مدورة؟ حرف الياء. شطار. طيب الكلمة اللي قصادها يا ولاد كلمة ايه؟ يذ يذ يذهبوا. شايفين انا بقف ازاي على السكون وبدمجها مع الحرف اللي قبله المفتوح اللي هي عليها فتحة والذال عليها سكون. يذ يذ يذهبوا. الحرف اللي عليه سكون ايه هو يا ولاد؟ الذال. برافو عليكم. والذال بطلع فيها لساني عشان هي من الحروف اللثوية. شطار. طيب كلمة ايه؟ كتكوتو. فيها مد، فيها حركة طويلة، مد بالواو. كتكوتو. شايفين؟ طيب فين الحرف اللي عليه سكون؟ فين الحرف اللي عليه العلامة اللي هي الخمسة المدورة؟ شطار. حرف التاء. طيب الكلمة اللي قصادها صاع. صاع بانو. فيها حركة طويلة برضو، مد بالألف. صاع بانو. حرف الثاء عليها ضمة والعين عليها سكون. أخدهم مع بعض يبقوا صاع صاع بانو. فين الحرف اللي عليه سكون يا ولاد؟ حرف العين. شطار شطار. إلى اللقاء في درس جديد. يا رب تكونوا جميعا استفدتم وركزتم. مع السلامة.